أتم قطاع غزة اليوم 4 أسابيع من الحرب، فيما تحفر غزة مقبرة جماعية رابعة للضحايا مجهولي الهوية. فاليوم استهدف القصف الإسرائيلي مدرسة للنازحين في جباليا شمال قطاع غزة ومدخل مشافي النصر للأطفال في مدينة غزة والقدس والوفاء، بالإضافة إلى سوق شعبي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وهذه إذن مشاهدين أخبار عاجلة عن قصف إسرائيلي جديد أمام مشفى القدس. إذن مرة جديدة قصف أمام مشفى القدس. هذه هي الصور الأولية للقصف الإسرائيلي الجديد أمام مشفى القدس. محيط مستشفى القدس كان قصف اليوم في الصباح، والآن يتم قصفه مرة جديدة. إذن هذه صور من محيط إحدى المستشفيات في قطاع غزة، وقد قصف محيط عدة مستشفيات من 7 أكتوبر وحتى اليوم. وهذه صور جديدة للقصف الجديد لبوابة مستشفى القدس، نفس المستشفى التي قصفت اليوم أيضا، وكانت تلقت عدة تهديدات من قبل القوات الإسرائيلية بضرورة الإخلاء. إذن قصف إسرائيلي جديد أمام مشفى القدس.